ازيكم عاملين ايه؟ انا ازيس، اهلا بيكم لو انتوا اول مره تشوفوني، واهلا بيكم برضو لو انتوا دايما بتشوفوني. الفيديو بتاع النهارده هنتكلم فيه مع بعض عن الامبولات الترطيب بتاعه فارمس داي اللي هي خاصه بالبشره. مجربه منها بالظبط 5 انواع، وفي نوع كمان كوري اسمه تريشا، هوريكم شكله. هعمل لكم ريفيو مفصل عنهم، ازاي تفرقوا ما بين الانواع، وخدوا بالكم كمان لان هم في منهم مضروب كتير جدا في السوق. الفروقات ما بين المضروب والاصلي دول تقدروا تشوفوهم على جوجل، اكتبوا الفرق بين فارم ستايل الاصلي والمضروب، هتلاقوا كل الفروقات ظاهره قصادكم. ف يعني هحاول اوصل لكم الفكره بالظبط، وهل هو يستحق ان انتوا تشتروه ولا لا، خصوصا ان هو سعره غالي، ده غير ان حجمه كبير جدا. فلو انت مهتمه شوفي الفيديو للاخر، ما تنسيش لايك شير، اشتركي في القناه، دوسي على زرار الجرس لو انت حابه تشوفيني تاني، وطبعا ما تنسوش تعملوا فولو على انستجرام، وكمان جوين على الجروب بتاع الفيسبوك، عشان خاطر احنا بنعمل يعني منتجات تقسيم، يعني بدل ما تشتري المنتج بحجمه الكبير وسعره الغالي، تاخدي حجم اقل وسعر اقل. طيب خليني اديكم فكره الاول عن شكل الامبولات بتاعه فارم ستاي ديت. ده بيبقى شكلها، يعني اي نوع فيهم هتلاقوا بنفس الباكجينج بالظبط، باختلاف طبعا شكل العبوه نفسها، على حسب هي بايه وعلى حسب فايدتها ايه بالظبط. كلها بيجي يعني حجمها 250 ملي. 250 ملي ده طبعا حجم كبير جدا جدا. فانا شايفه لو انت حد بيحب طول الوقت ان هو يغير، بيحب يجرب حاجات كتير، فدي حاجه مش عمليه قوي، لان حجمه كبير اوفر، هتحسي ان انت زهقتي وانت بتستخدميه. في كمان مشكله في الحجم الكبير ده، ان هو يعني عارفين لما بتفضلوا تستخدموا حاجه كتير قوي، فتحسوا ان انتوا ما بقيتوش تحسوا بقيمتها او بفايدتها قوي على البشره او للشعر او ايا كان ايه المنتج اللي بتستخدموه. فاحنا بنحتاج على قد ما بنبقى عايزين المنتج يبقى حجمه كبير وموفر معانا، بس في نفس الوقت بنحتاج نغير عشان خاطر الملل، وعشان خاطر المنتج ما يبقاش خلاص البشره اتعودت عليه فتاثيره يبتدي يضعف. فده ممكن حاجه تبقى رخمه شويه بالنسبه للناس، ولكن خلينا متفقين ان الحجم الكبير بالنسبه للسعر فهو كويس قوي. يعني هو سعره بيخش مثلا في 350 400، وتاكدوا ان هو الاوريجينال، لان هو نازل منه مضروب بالهبل، وناس بتبيعه على انه الاوريجينال، وبيبقى يقول لك السعر يعني نازل مثلا كان ب 350 بقى ب 200 جنيه بقى مش عارف ايه. فخدوا بالكم من النقطه دي. زي ما اتفقنا بشوفوا على جوجل الفرق ما بين الاوريجينال والمضروب. طيب كلهم بيتفقوا مع بعض في الحجم وفي الشكل وفي النقطه بتاعه الترطيب. يعني هم كلهم معتمدين بالاكتر على فكره الترطيب العميق للبشره، بيختلفوا بقى في شويه حاجات هقول لكم عليها. يعني مثلا المجموعه اللي هي بتاعه دكتور في 8 ده بيجي منها مرطب، وفي كمان منها الغسول بتاعها، ده كنا عاملين ريفيو عنه قبل كده، هبقى اسيب لكم اللينك في الديسكربشن بوكس، هو فيديو لامم كل المنتجات الكوري اللي انا جربتها وريفيو مفصل عنها. طيب المفروض ان الشكل ده منه ان هو فيتامين سي، المفروض ان هو مخصص للترطيب، وان هو يعزز مرونه واشراقه البشره لو انت عندك تجاعيد، يحسن من شكلها، وان هو يفتح البشره، ولو بشرتك بهتانه او تعبانه يصلح من الشكل ده. طيب هل هو فعلا بيعمل كده؟ خليني اقول ان هو فعلا ممتاز جدا في الترطيب. يعني من ناحيه الترطيب هو بيرطب. طيب مناسب لانهي نوع بشره؟ مناسب برضو لاي نوع بشره عادي جدا، البشره الحساسه كمان تستخدمه مفيش اي مشكله. لو انت بشرتك جافه ممكن تحسي في الشتاء قوي قوي اللي احنا فيه دلوقتي ده، ان انت عايزه حاجه ترطبها اعلى شويه، ولكن في الصيف هيبقى ترطيبه ممتاز بالنسبه لك. لو انت بشرتك دهنيه ممكن تحسي ان انت بعد ما بتحطيه بيسيب سيكه كده، اللي هو تحسي بشرتك ملزقه بس مش مدهننه، اللي هو حاجه كده ما بين البنين، ولا هو بيدهنن البشره ولا برضو هو بيسيبها، اللي هو تحسي ان بشرتك حطيتي حاجه جل، اللي هو البشره متوسطها، تحسي ان وشك مقشف كده، اللي هو لا انا حاسه ان انا لا لسه بشرتي مش مترطبه. فهو من الاخر مناسب عادي لاي نوع بشره، ممكن الناس كلها تحبه في الشتاء اكتر من الصيف، لكن البشره الجافه تحس ان هي ايه محتاجه ممكن سيرم قبله. طيب هل هو بيفتح؟ يعني ما اقدرش اجزم ان هو بيفتح قوي، ولكن خليني اتفق معاكم في نقطه ان هو لا فعلا بيدي اشراقه للبشره، بتحس ان شكل البشره في حيويه كده، اللي هو لا يعني اول ما تستخدميها تحس ان في فعلا فرق ما بين بشرتك قبل وبعد الاستخدام. ده بالنسبه لاول نوع اللي هو بفيتامين سي. خلينا بقى نخش على النوع اللي بعده، وهو الجرين تي سيد. ده المفروض ان هو بشجره الشاي، المفروض كشجره شاي يعني بيبقى شويه
حلو كمضاد للاكسده، بيبقى حلو للترطيب العميق، حلو ان هو يدي مرونه وليونه كده للبشره، ونوعا ما يحسن شكل التجاعيد. طبعا خلينا متفقين ان مفيش حاجه اسمها ان التجاعيد تتحسن، قصدي يعني تتعالج، لا، بس هي ممكن تتحسن، يتحسن من شكلها، بس مجرد ما بتوقفي المنتج الدنيا بترجع زي ما هي، لان الموضوع عايز علاج في عياده مش مجرد منتج. طيب هل هو فعلا حلو؟ انا بصراحه شايفه ان هو حلو جدا، شايفه ان هو مناسب برضو لكل انواع البشره، يمكن اكتر بشره ممكن تحبه هو البشره الدهنيه، لان الناس اللي هي بتستخدم الجرين تي بيبقى اكتر الوقت تبقى عاوزاه ان هو ايه، ما يطلعش زيوت كتير في البشره، برضو بيسيب سكه تلزيق، لكن هترتاحوا عليه. الناس اللي بشرتها جافه هتحس ان هو كويس، هو كويس اكتر لو انت عايزه تغذي بشرتك. انا عايزه اقول ان هما كلهم مفيش ما بينهم فروقات كبيره، فانا بحاول اوصل لكم ادق معنى لكل واحد عشان تعرفوا تختاروا. فانا شايفه ان ده هيبقى مناسب اكتر لو انت عايزه حاجه تغذي بشرتك، حاجه فيها اللي هو ايه، تغذيه كده للبشره. برضو نفس السعر، نفس الحجم، نفس كل حاجه. طيب الحاجه اللي بعد كده وهو اشهر واحد فيهم الهايلورونيك اسيد والكولاجين بتاع فورم ستاي، ده شكله اللي هو لونه ازرق، وده نزل منه مضروب كتير قوي، فخدوا بالكم. طبعا خلينا متفقين ان الكولاجين جزيئاته كبيره مش بتخترق البشره، المفروض ان هو يعمل نضاره ومرونه وليونه في الجلد، وهو الصراحه بيعمل كل ده عادي جدا، لان هو فيه هايلورونيك اسيد، فهو فعلا مفيد للبشره، وشايفه ان هو كويس قوي وبيحسن فعلا من شكل البشره. ولكن ما تستنيش منه حاجه اكتر من نضاره وترطيب عميق ويخلي شكل البشره احسن، بس مجرد ما توقفيه الدنيا هترجع زي ما هي في الاول عادي، فخدوا بالكم من النقطه دي. الحاجه اللي بعد كده وهو اللي هو مارين كولاجين تريشا، اللي هو الكولاجين البحري، ده شكله ده، بس الاختلاف ما بينهم ان هو بيجي تقريبا 240 مللي، مش فاهمه ليه مش 250 يعني، بس تمام. ده نوعا ما فيه شويه شبه ما بين كولاجين فورم ستاي، والاثنين نفس السعر، الاثنين نفس كل حاجه، بيدي ترطيب عميق، المفروض ان هو بيحسن شويه من شكل البشره لو هي تعبانه، وبيدي تحسين لمظهر الخطوط بتاعه البشره. انا شايفه ان هو بيعمل كده فعلا، مفيش اي اختلاف ما بينه وما بين بتوع فورم ستاي، فلو انت ما لقيتيش دول ممكن تجيبي ده. بس بالنسبه لي لو هفضل اكتر حاجه فيهم، لا هفضل فورم ستاي، حاسه ان هو افضل بالنسبه لي شويه، وهو برضو نفس الفكره، مناسب لاي نوع بشره عادي جدا، اي حد ممكن يستخدمه حتى لو بشرته حساسه. طيب النوع اللي بعد كده وهو البوميجرانيت او الرمان، ده شكله لطيف وريحته لطيفه كده، وكلهم بيتفقوا في حاجه برضو، ان هو فيهم زي حبيبات صغننه شويه كده، الحبيبات دي مجرد ما تحطيها على وشك هي بتختفي، ما بتظهرش اصلا. بتاع الرمان ده المفروض ان هو تفتيح واشراقه للبشره، تحس ان هو بديل شويه لنوع الفيتامين سي يعني، اللي هو لو ما لقيتيش ده ممكن تجيبي ده، وشايفه ان هما مفيش فرق ما بينهم كبير، ولكن لو انا هختار ما بين الاثنين لا هختار بتاع فيتامين سي، ده بيدي شويه ترطيب ومرونه للبشره، نوعا ما كويس للتفتيح، بس خليني اقول استخدميه مع ديرما رولر ممكن تحسي بالفرق ده، ولكن هو برضو مهما لفينا ودورنا بترجع فكرته للترطيب اكتر. كتغذية للبشرة يعني ممكن لا اميل اكتر للي هو شجرة الشاي كتغذية اكتر، لكن ده مش بطل. اخر واحد معايا وهو الفورم ستاي بلاك بيرل، او اللي هي انا مش عارفه العربيات وطرتني بصراحه، مش عارفه ايه ده، اللي هو اللؤلؤه السوداء، ده شكله ده تحفه جدا، فظيع بصراحه، حبيته وشايفه ان هو اقرب بديل للهايلورونيك اسيد والكولاجين. بالنسبه للافكت شايفه ان هو يعني حلو في الترطيب، ترطيبه عميق جدا، مكتوب عليه ان هو للتفتيح، بس لا هو مش بيفتح، هو بيفرق جدا في شكل الخطوط وفي تنعيم البشره نفسها، وفعلا هتحسي بنضاره بعد ما تستخدميه. طيب ده كده شرح كل الامبولات بتاعه فورم ستاي. طيب خليني ابسط لك الموضوع اكتر، لو انت عايزه حاجه تغذي بشرتك خليكي في الجرين تي او اللي هو بتاع الفيتامين سي، الاثنين دول يعتبر بالنسبه لي احلى اثنين فيهم، ولو انت عايزه حاجه بديل للاثنين دول ممكن بقى تجيبي اللي هو الرمان او الفورم ستاي اللي هو الكولاجين والهيدرونيك اسيد. البلاك بيرل برضو حلو، حاسه ان هو بديل للي هو الهيلورونيك اسيد ده، والاثنين بالنسبه لي حلوين، كلهم بالنسبه لي
نفس الفكرة. طيب هل انا انصحكم تجربوه ولا لا؟ لو انتي بتحوشي وبتشيلي من مصروفك عشان تجيبيه فانا بقولك لا، الموضوع ابسط من كده، وممكن بنفس المبلغ الكبير ده تشتري حاجة فعالة اكتر من كده. ولكن هم كفكرة منتجات هم كويسين وعادي، يستحق التجربة، اللي هو ممكن تجربيه مرة تقسيم مثلا، ممكن تجيبيه انتي وتقسميه مع صاحبتك، لكن ان انتي تستخدميه وتعتمدي عليه كحاجة علاجية مثلا، او ان انتي فاكرة ان انتي بعد ما تحوشي كل المبلغ ده هتشوفي بقى افكت فظيع وتحسي ان انتي انبهرتي، فلا. بس هم حلوين يعني، برضو ما نقدرش نقول عليهم وحشين لان في نفس الوقت هو فيه افكت، لكن الفكرة في تناسب السعر مع الافكت ده. فيعني دي حاجة ترجع لك انتي، انا شرحت لك على قد ما اقدر بحيث ان انتوا لما تشوفوا كل الانواع دي ما تستغربوش يعني. فشوفوا انتوا حابين تجربوا ايه وقولوا لي ايه رأيكم فيها في الكومنتات. وبس كده، ده كان الفيديو بتاع النهاردة. لو انتوا حابين تجربوا بقى اي منتج من دول روحوا على الجروب بتاعي، هتلاقوا الحاجات دي موجودة تقسيم، وتقسيم باحجام كويسة تكفي معاكي مثلا لمدة شهر وممكن اكتر كمان، لانه بيتقسم ل50 جرام زي اي كريم في الدنيا بتروحي تشتريه بيقعد معاكي كتير، لان اي كريم بيبقى 50 جرام اصلا، فده الحجم الطبيعي. فلو انتوا عايزين تجربوا يعني تمام، خدوا فكرة، اعملوا كمان فولو على الانستجرام، بنزل عليه برضو نفس الحاجات اللي على الجروب بتاع الفيسبوك، بس انا نشيطة اكتر على الفيسبوك يعني. فبس كده، اشوفكم الفيديو اللي جاي.